توا يا جماعه باش نبداو تنظيفات العيد هذيا اللوطه كيما قلت لكم راهو مازالوا البنايه ما هزوش معناها دبشهم مازال عندنا معناها برشا خدمه ما كملناش راهو كيما تشوفوا لهنا هاي الاجواء مازال حاسيلهم تاع المرمى اما كوميم هانا باش نعملوا تسقيط العيد كيما كل عام ان شاء الله ربي يحيينا بخير اما هذيا نقبوا على الحدث ديما نسايق والحق نتاع ربي اما كمان نسمة هب بالحصيل بسم الله ما شاء الله ما نقبوا على الحدث قولوا تسليم ما تقبيل رايك زيت من يدي المصالحة قلت لي هيك عند الزبارسي وناخذ ضربات بالمصالحة راه وين اللي نسيح راه الله ربي يوسع عليكم الكل تبداو تضربوا هكا راه مش الصلاه ذاك راه عندي صلاه اخرى نسيق بيها هذه تصيقه عاديه راه مازلنا ما كملناش فيها نسيق فوق الناس هاو ضربين الصل عجيج اللطف عجيج والله مش مسخره وهذيا الايامات هذو في تونس عجيج وتراب و بويكا بويكا ولدي مش مع جنينه زاده كيف كيف ماهيش جوست نظفها توا مازلنا في المرمى بعد ما كملنا دهلنا وريهم هذاك عدينا الضوء وعاودنا السيمان راهو مازال في المرمى حتى السيجار مساكن وزود كيفاش حتى الخضور مساكن بسم الله ما شاء الله قل هو الله احد عليك ايه اللي معبين بالتراب ايه لازم تنظيفه لازم شتاء لازم تكون شتاء يعني بيه تخزر الجنين. طيب يجي الجنين بعد يعمل ضربة بيه الجنينة ونعمل ضربة للجنينة الهنية. عندنا جنين البنات مصلي يعني بيه دي تخزر قلت والله أحد ما هو رجل كبير عنده لا تليفون حتى شيء. ثم رجع في أول فرصة يجينا إن شاء الله نقول لكم عليه. يا تسليم. نعم. هات الدينار. هات الشبابة. هات الصلحة. شعرك كدور بخلط صفيت عليك يا بنتي يا حتى انت بالطبيعة صفيت عليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما عيدناش عليهم اما عيدكم مبروك يا بنين دايما كل عام وانتم حيين بألف ألف خير يا رب تزيح علينا الغمة يا ربي امين يا رب العالمين تخرج على تونس وصلى الله على سيدنا وربنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.